يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الأيام هي أيام عشر ذي الحجة، وبين القول الراجح في تفسير قوله سبحانه وليال العشر أنها ليال عشر ذي الحجة، مع أن هناك فرق بين اليوم والليلة؟ اليوم تابع لليلة، اليوم تابع لليلة. ما فهمت الإشكال، شو يقول؟ يقول حفظك الله، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الأيام هي أيام عشر ذي الحجة، نعم، وبين القول الراجح في تفسير قوله سبحانه وليال عشر أنها ليالي عشر ذي الحجة، مع أن هناك فرق بين اليوم والليلة؟ لا، أنت فاهم غلط، لأن ما هو المقصود الليلة فقط، الليلة يتبعها النهار، يتبعها النهار، نعم.